قدام الاولاد، يعني اي حد قدام ولاده لما يجي يتكلم، احنا المجتمع اللي حوالينا بيسمح بده، بس احنا كنيستنا والكتاب المقدس اللي احنا تبعه مش بيسمح بده. فيجي يقول لا، طب ما ده في كنائس تانية موافقة عليه، فدي كارثة. علشان كده يعني انا يمكن احب اغير تعبير، كنيستنا ما بتوافقش، كتابنا ما بيوافقش، لان ده بيبان ان ده راينا الشخصي، بس ممكن يكون في اراء تانية مقبوله. لكن زي ما انا قلت، نبتدي الاول يعني هل الله موجود ولا لا، وهل دي حقيقه مطلقه ولا لا. ودي انا مش هثبتها بقى من الكتاب المقدس، لان انا لا اؤمن بالكتاب المقدس. ازاي تثبت لربنا من الكتاب المقدس؟ انما الادله العقليه والادله العلميه والادله المنطقيه اللي هي بتثبت وجود الله. بعد ما اتكلم عن الموضوع ده، طيب الكتاب المقدس ده هو فعلا كتاب ربنا ولا لا؟ هل هو فعلا موحى من الله ولا لا؟ من الروح القدس ولا لا؟ بعد ما اتكلم على الحته دي، الشكوك بقى حوالين الكتاب المقدس ويترد عليه، وانسى ان الانسان وصل الى ان هو ادي ربنا موجود، وده حق مطلق، حقيقه مطلقه. ادي الكتاب المقدس هو كتاب موحى من الله، من الروح القدس. لم تأتي نبوة قط بمشورة إنسان، ولكن تكلم أناس الله القديسون موثوقين بالروح القدس، زي ما معلمنا بطرس يقول. بعد كده التفسير كتاب المقدس، المرجعية هي لآباء الكنيسة الأوائل زي ما فسرون الكتاب المقدس. هنا بقى أبتدي ما حدش بقى يشككني في الطوفان، في آدم وحواء، في المثلية الجنسية، إن دي سليمة ولا مش سليمة. أنا خلاص عندي بقى الكتاب المقدس المرجع بتاعي. لكن احنا لما نقول احنا كنيستنا ما بتوافقش، طب ما في كنيسه ثانيه بتوافق. وهنا فاهم بقى ان ده الحق. اي حد بيقول غير كده، حتى لو ملاك من السماء، يبقى غلطان. ده بولس الرسول قاله في غلطه، قال لهم ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن اناثيما. فانا مش هتهزني ان الكنيسه بتعمل كده. ده بولس قال ده، لو نزل ملاك من السماء وقال لكم غير اللي احنا قلناها لكم يبقى محروم، يبقى غلطان. فدي ما تهزنيش. من هنا ازاي اثبت ولادي واعلمهم ما هو الحق المطلق؟ مفيش حاجه اسمها حق نسبي. الحق هو حق مطلق، لان يعني من لما بنيجي نرد على حد، فلما يجي يقول لي لا مفيش حاجه اسمها حق مطلق، فبنساله تقول هل العباره اللي انت بتقولها دي ان مفيش حاجه اسمها حق مطلق، هل ده حق مطلق ولا حق نسبي؟ فلو قال لي لا ده حق مطلق، يبقى هو وافق على الحق المطلق. لو قال لي ده حق نسبي، تبقى العباره غلط. ويبقى انا مش هصدقها برضه. ف يعني حتى الكليم بتاعهم ان لا يوجد حق مطلق، هذا الكليم غلط. لاني لا، في حق مطلق. الله هو حقيقة مطلقة. ربنا قال أنا هو الحق، الطريق والحق والحياة. الحق المطلق هو الله. فلازم ولادنا من 3-4 سنين يبقوا عارفين الكلام ده، عارفين إن ربنا هو ده الحق المطلق، كتابنا المقدس ده هو الحق المطلق. أباء الكنيسة اللي فسرونا الكتاب المقدس من 2000 سنة هو ده التفسير اللي هقبله. اي تفسير حديث ده انا هرفضه، اي تفسير يتعارض مع التفسير اللي الاباء الكنيسه سلمتهولي هرفضه ومش هقبله. كل النيو ثيولوجي وكل ده هرفضه. انا متمسك بما اعطوني الاباء عن الكتاب المقدس وعن الله. ده اللي بعد كده يخليني لما اناقش الشذوذ الجنسي، اناقش التغيير الجندر، كل الكلام ده انا عندي اوريدي الفاونديشن، عندي الاساس القوي اللي ببني عليه بعد كده.